أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفكرون تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الأعلى ويجعل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أعوذ بالله من سورة ربما سورة النحل سورة النحل كرك سورة النحل سورة النحل كركون سبارة كركون سبارة كركون نمبر ہے سبارة كركون نمبر ہے سبارة كركون نمبر ہے 20 سبارة كركون نمبر ہے 20 ماں اور سورة كركون نمبر ہے 14 أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله